خاطفة على إسرائيل التي كانت قد احتلت في وقت سابق عام 1967 مناطق سيناء المصرية والجولان السوري. مرحبا بكم في قناة صدى المدينة. إسقاط الطائرة الليبية. مثلت الرحلة 114 رحلة منتظمة ربطت بين كل من طرابلس وبني غازي والقاهرة. ولتأمين هذه الرحلة اعتمدت الخطوط الجوية العربية الليبية على طائرة نقل ركاب من نوع بوينغ 727، وضمن طاقم الطائرة المتكون من 9 أفراد تواجد 5 فرنسيين ممن عملوا حسب عقود ربطتهم بكل من شركة